صدر المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا تاريخا جديدا بفوزه بلقب بطولة أمم إفريقيا رقم 24 التي أقيمت بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 16 وحتى 26 من يناير الجاري، وذلك بالفوز على المنتخب التونسي في عقر داره بنتيجة 27-23. نجح الفراعنة في اكتساب العديد من المزايا بعد التتويج بلقب البطولة القارية، أول هذه المزايا معادلة رقم الجزائر بحصد النجمة الإفريقية السابعة بعد الفوز بست بطولات ماضية أعوام 91، 92، 2000، 2004، 2008، 2016. أما الميزة الثانية هو الصعود مباشرة لأولمبياد طوكيو والمزمع إقامتها خلال الفترة من 24 من يوليو وحتى 9 من أغسطس المقبلين. ثالث المزايا تسجيل الفوز الأول على منتخب نسور قرطاج داخل الأراضي التونسية. بالنظر لرابعة المزايا نجد أن المنتخب نجح في الثأر من هزيمته أمام نظيره التونسي في نهائي البطولة الماضية التي أقيمت بالجابون. وبالحديث عن أبرز المزايا والإنجازات جراء التتويج باللقب، نجد أن مصر رسخت عقدتها بالفوز على المنتخب التونسي بعد الفوز عليه في بطولة العالم الماضية التي أقيمت بالدنمارك وألمانيا، كما فاز منتخب الناشئين والشباب على المنتخب التونسي في بطولة إفريقيا الماضية التي أقيمت عام 2018 بالمغرب. أما سادس المكاسب، نجد أن المنتخب الوطني نجح في التفوق على نظيره التونسي وفض الشراكة معه بالفوز في نهائي البطولة الإفريقية، فأبناء النيل نجحوا في الفوز بخمسة نهائيات مقابل أربعة نهائيات لأبناء تونس الخضراء. مصر كانت أقوى الفرق المشاركة بالعرس الإفريقي دفاعياً، مما يؤكد أن الإسباني درب اللاعبين على العديد من الخطط لإفساد هجمات أي منتخب منافس، فنجد أن منتخب مصر لم يتلقى في البطولة كلها سوى 143 هدفاً في 7 مباريات بفارق 19 هدفاً عن أقرب ملاحقيه المنتخب التونسي. ارتفع رصيد يد مصر للظهور في الأولمبياد لسبع مرات أعوام 92، 96، 2000، 2004، 2008، 2016 و2020. كما حصل لاعبون على العديد من الجوائز الفردية، نجد أن يحيى الدرع توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حقق علي زين جائزة أفضل ظهير أيسر، فيما حصد يحيى خالد جائزة أفضل ظهير أيمن، كما توج محمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن.